بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الجمعة الموافق 13/8/2021، 20 طن إن شاء الله هيخرجوا من المحافظات الآتية: سوهاج 4 طن، قنا 4 طن، الأقصر 4 طن، أسوان 4 طن، الوادي الجديد 2 طن، البحر الأحمر 2 طن. بسم الله الرحمن الرحيم. تم التوجيه إلى مجزر البساتين لحمولة صكوك أضاحي بكمية 20 طن وتوزيعها كالآتي: سوهاج 4 طن، قنا 4 طن، الأقصر 4 طن، أسوان 4 طن، الوادي الجديد 2، البحر الأحمر 2. اليوم الجمعة الموافق 13/8.